رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، لسه مكملين مع بعض في عسل أبيض. في الفترة الأخيرة بقينا بنشوف بنات جميلة جدا وأولاد داخل الجامعة بيعملوا بروجكت في آخر السنة أو يعني على مدار السنة كلها، بيطلعوا منها بمشاريع. المشاريع دي بتكون مفيدة جدا جدا ليهم، سواء كان في المستقبل أو حتى مفيدة إن هم يبقوا إزاي بيعرفوا ينفذوا اللي هم بيفكروا بيه عن طريق أو من خلال المشروع ده. طيب المشروع اللي معانا بيعتمد على تشجيع المشاريع الصغيرة والمشاريع المتوسطة، وده شيء إحنا محتاجينه جدا جدا داخل البلد، خصوصا إنه المشاريع الكبيرة بتناسب أكتر بادجت عالي، بتبقى عايزة يعني فلوس كتير، لكن المشاريع المتوسطة والصغيرة بتناسب جدا الشباب في فترة البداية. طيب يا ترى ده اللي بيحصل فعلا ولا لا؟ ده اللي هنعرفه من ضيوفنا اللي منورنا النهاردة في استوديو عسل أبيض، ياسمين محمد طالبة بكلية الإعلام بالجامعة الكندية، وإسراء علي طالبة بكلية الإعلام بالجامعة الكندية، ضياء يحيى طالب بكلية الإعلام بالجامعة الكندية. مساء العسل الأبيض عليكم، منورين النهارده كلكم طبعا، اسراء اول واحده وضياء وياسمينه. ياسمينه عايزاكي تكلميني اكتر عن مشروع التخرج بتاعكم. تمام، هو حمله اسمها ابدا، هي حمله بتشجع الشباب ان هم يعملوا مشروعات صغيره. دلوقتي في الفتره الاخيره اي حد شاب بيتخرج يعني بيتخرج عايز يتخرج يشتغل بشهادته طبعا. تمام، فبيقعد يستنى فرصه شغل ليه، مش بيلاقي لان يعني دلوقتي فرص الشغل مش كتير. فاحنا بنشجع الشباب ان هم يعملوا مشاريع خاصه بيهم، ودلوقتي كمان الحكومه بتشجع ده جدا دلوقتي في الفتره الاخيره. صحيح فعلا، دي نقطه مهمه جدا، الشباب محتاجين ان هم لما يخرجوا من الجامعه يلاقوا نفس الكارير او نفس اللي هم اتعلموه بيشتغلوا فيه. اسراء قولي لي ليه فكرتوا في الفكره دي تحديدا تعملوها كبروجكت ليكم في الجامعه؟ هي الفكره دي وقتها اصلا، يعني احنا فكرنا ان احنا عايزين نشوف فكره يكون ده وقتها، وده اللي احنا محتاجينه من البلد او محتاجينه اصلا من الشباب. محتاجين زي ما ياسمينة قالت ان هم قالوا ان احنا لازم نبقى يعني ريليتد بالموضوع، ولازم الشباب تبقى كويسه، ولازم الشباب تبقى تعمل مشاريع خاصه بيها لوحدها. لو هو حد مش شغال يزود دخله، لو هو عاطل فدوت معدلات الانتاج هتزيد والبطاله هتروح طبعا، فدي حاجه كويسه لينا بدل ما احنا اصلا عندنا مخاوف اصلا هنطلع من الجامعه هنعمل ايه؟ هيبقى في شغل ولا مش هيبقى في شغل؟ للاسف فاحنا بنفكر في ده كتير، فاحنا قلنا عشان احنا كمان بنفكر واحنا كشباب، فاحنا بنعمل حاجه زي ما احنا خايفين هنعرف نعمل كده. ايوه حلو جدا، الكلام حلو قوي يا ضياء، بس انا عايزاك تكلمني بقى في التنفيذ، اليات التنفيذ المشروع هتبقى عامله ازاي؟ احنا في التنفيذ اول حاجه احنا عملنا ريسيرش كان على النت، نزلنا صورنا فيلم كان في جهاز تنميه المشاريع الصغيره والمتوسطه، والجهاز ده نشرح دوره بالتحديد في دلوقتي. نزلنا صورنا في ارض المعارض، كان في شارع، نزلنا برضو صورنا في شارع مصر. في شارع مصر؟ تمام طبعا، اللي خصصوا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب ان هم يقدروا يعملوا فيه المشروعات الصغيره الخاصه بيهم. طيب ياسمينه، هل في جهات معينه تعاونتوا معاها ولا ده ما حصلش؟ لا طبعا في جهات، واهمها كان جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه، احنا رحنا ليهم فعلا واتكلمنا معاهم، هم بصراحه رحبوا بينا جدا والفكره عجبتهم جدا. كمان بنوك يعني البنك الاهلي، بنك مصر، كل ده دعمنا بشكل كبير جدا. طب قولي لي يا اسراء، اكيد في عقوبات شويه صعوبات ممكن تكون قابلتكم وانتم بتنفذوا المشروع او انتم ماشيين فيه، هل ده حصل معاكم ولا لا؟ لا خالص صراحه. احنا شفنا يعني اصلا لما طبقنا المشروع ان الدنيا كويسه جدا، والتسهيلات والحكومه مدعمه ده بشكل كبير جدا الفتره دي، وفي تسهيلات من بنك مصر وبنك اسكندريه وكذا بنك بيدعم ده، وجهاز تنميه المشروعات الصغيره عامل مجهود فظيع في الموضوع ده بالذات، وبيقدم تسهيلات وبيقدم قروض، ومفيش اصلا يعني ضريبه على الموضوع على المشاريع بتاعتكم. فده احسن، بيسهل الشباب اصلا ان هم يبتدوا، بيدير لهم مشاريع كويسه، فده احسن كتير. هل كنت بتبص بره يعني وانتوا بتعملوا مشروع كنت بتلقي نظره حواليكم كده، ايه الحاجات اللي ناقصه المشروع فتكملوها من خلال رؤيتكم للعالم اللي حواليكم، ولا انتوا كنتوا بتنفذوا المشروع حسب ما انتوا شايفين وجهه نظركم؟ لا، هي فكره المشروع نفسه بدات معانا من سنه ثالثه. احنا فكرنا في المشروع ده من سنه ثالثه، لقينا ان المشروع ده بيحل مشاكل كتير، زي مثلا ان احنا ممكن نصدر فنوفر عمله صعبه، بيستخدم عماله اكتر، راس مال بالنسبه للمشاريع دي قليله مقارنه بالمشروعات الكبيره، يعني نقدر براس مال صغير نقدر نعمل اكتر من مشروع. يعني انتوا كمان فكرتوا في فكره انه التصدير فتدخلوا عمله صعبه للبلد، فده يساعد في النهضه يعني، وبنحل ازمه كبيره زي ازمه البطاله.
طب حلو جدا، دي حاجه حلوه. قولي لي ياسمينه، هل كان في تكلفه معينه للمشروع؟ وقولي لي صرفته حوالي تقريبا كام؟ هو يعني احنا ما كناش حاطين بادجت معينه للمشروع، بس طبعا هو اي مشروع بيتكلف كتير، بس احنا حاولنا على قد ما نقدر ان اي حاجه في المشروع نعملها بنفسنا عشان نقلل شويه في التكاليف، بس طبعا يعني صرفنا حوالي يعني 10 بيها فوق فعلا. يعني بتبقى على حسابكم الشخصي مش كده؟ اه لا ما فيش اي تمويل من اي حد، مفيش اي تمويل. لا. وكل الطلبه برضو يا ضياء اللي موجودين في الجامعه اللي بيعملوا البروجكت بتاعتهم تبقى كل حاجه على حسابهم الشخصي؟ هي الجامعه بتوفر لنا كاميرات وبتوفر لنا التدريب. احنا اصلا بندرس التصوير والكلام ده كله، واحنا بنعمل معدات وبننزل بننزل نصور احنا ونحط الاسئله والسكريبت وكل الكلام ده كله. طب هايل، قولي لي يا اسراء، خد منكم وقت تقريبا قد ايه المشروع؟ هو بيقول انتوا بادئين من سنه ثالثه؟ احنا فكرنا فيه في سنه ثالثه. وابتدى معانا يمشي خطوه 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 لحد ما وصلنا لحد سنه رابعه. قلنا خلاص احنا هنعرض المشروع على الجامعه، فكرنا وعرضنا المشروع على الجامعه، دعمته جدا بشكل كبير جدا. طبعا الدكاتره دعمته مع رئيسه الجامعه، كل ده دعم كبير. فابتدينا نفكر فيه اكتر، فابتدى من اول الترم الاولاني ومكملين ان شاء الله. لا هايل، بس يعني انا شايفه ان هو وقت برضه صغير مش كبير. احنا بادئين من شهر 9 كده ولسه ان شاء الله لحد شهر 5. حلو جدا. قولي يا ضياء، انا عارفه ان انتوا عملتوا مقابلات مع مسؤولين ورؤساء بنوك ومؤسسات رسميه، مين اللي قابلتوهم ووصلتوا لايه؟ احنا نزلنا جهاز تنميه المنشآت الصغيره والمتوسطه اللي هو الصندوق الاجتماعي سابقا، هو غير الاسم بقرار وزاري مؤخرا بعد ما الرئيس خصص ميزانيه للمشروعات دي. نزلنا برضو بنك مصر، رحنا البنك الاهلي، رحنا بنك اسكندريه، نزلنا ارض المعارض، في كمان عرفنا ان في حاجه اسمها شارع مصر، ده معمول اتعمل السنه دي في 2017 يعني. نزلنا برضو صورنا وسجلنا فيلم، عملنا لقاءات مع المسؤولين وسالناهم. هو كان اكتر مشكله بتقابل البنوك بالتحديد ان كان في بالنسبه للاوراق ما كانتش بتبقى الشروط مستوفيه 100%، بس بشكل عام جهاز تنمية المنشآت الصغيرة بيقدم تسهيلات كتيرة جدا، زي دراسة الجدوى، زي مساعدات مالية وغير مالية. يعني هو مش الفكرة ان هو بيقدم كارد جداً. بس تقريبا هي بتبقى واقفة عقبة امام الشباب يعني. يعني شايفه دلوقتي ان الشباب في المرحلة دي ما فيش اي عقبات ان هم يبدأوا مشروع، غير ان هم يكون عندهم ارادة واصرار ان هم يبدأوا يعملوا المشروع ده. اهم حاجة يكون في تيسير من الجهات المعنيه، دي اهم حاجه، لو دي بتسهل لكم ان انتوا توصلوا للنقطه اللي انتوا حابينها. هو احنا اوريدي شفنا كده فعلا، يعني احنا لما رحنا جهاز تنميه بصراحه هم بيساعدوا الناس، يعني بيمشوا معاهم خطوه خطوه لحد ما ينفذوا المشروع ويبداوا فيه. انا سعيده اني بسمع منكم الكلام ده. خلينا نشوف جزء من المشروع بتاعكم ونرجع مره ثانيه في استوديو عسل ابيض. مشروع التخرج بتاعي كنت بشتغل حاجات ليها علاقة بالشرب بتاعت الشاي الياباني، وبعدين من هنا ابتديت أطور شوية إن أنا عايزة أشتغل أكتر في الحاجات اللي ليها علاقة بالأكل والشرب والحاجات اللي بنستعملها في البيت دايما، وبعدين من هنا ابتديت أطور شكل الكوباية والبولة والحاجات دي وأشتغل عليها. لو الجهة جمعية أو منظمة أو حاجة ليها علاقة بدعم المشروعات الصغيرة هوافق، لو بنك وليه علاقة بالقروض والحاجات دي ما مش هوافق. الفكرة بدأت مع والدتي من حوالي 25 سنة، هي بدأت تشتغل في الشغل ده تمام وتنتج فيه. بدأت معايا انا شخصيا ان انا طلعت معاها اكتر من معرض، فعجبتني الفكره ان انا اسوق لها الشغل او كده. في البدايه كان قرض من الصندوق الاجتماعي، وبعد كده بدا يبقى تمويل ذاتي. لا كان الموضوع سهل شويه، لان الفتره في البدايه كان الصندوق كان بيساعد المشروعات الصغيره. يعني انصحه، يعني المشاريع كويسه دلوقتي، الناس بدات تساعد الشباب بحيث ان هي يعني تعلي منهم، فكله بيساعد في بعض دلوقتي. الوضع الحالي الناس بتحاول تساعد في بعضها وبتساعد في الشباب بالذات، لان الشباب هم المستقبل حاليا. رجعنا مره تانية، لما شفنا الفيديو ده عرفنا ازاي ممكن الشباب يعمل مشروع متوسط او صغير لنفسه، وده كان في معرض ارض المعارض، وقلت لي ان بنك اسكندريه هو اللي كان ممول المشروع او الشباب الموجودين داخل ارض المعارض. طيب
عايز اعرف منكم، هل تطرقتوا داخل المشروع انه ازاي ادرب الشاب او اهله ان هو يقدر يفتح او يعمل مشروع صغير ومتوسط ويكمل فيه، ما يخرجش منه من غير ديون، ما يخرجش منه من غير ما يعرف يكمله؟ تمام. كل حد فيكم يقول لي وجهه نظر. هو في جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه، الجهاز ده بيقدم خدمات ماليه وخدمات غير ماليه. الخدمات الغير ماليه دي فيها اكتر من حاجه، فيها ان هو بيعلمه ازاي يعمل دراسه جدوى، فيها ان هو بيوفر له مشروع، بيساعده في الفكره لو عنده فكره بيطورها، مش الفكره ان هو بيديله فلوس ويقول له انزل انت بالفلوس دي اعمل بيها مشروع. دي الفكره ياسمين اللي بقول عليها انها احيانا بتفشل شباب كتير. ففكره التاهيل، عايز اعرف بقى فكره التاهيل هي بتعرف منه ايه اللي هو شاطر فيه، ولا هي يعني بتقول له انت هتعمل كذا، احنا شايفين ان انت شاطر في كذا؟ هو اوريدي الجهاز عامل زي دورات تدريبيه كده، ازاي يتعامل مع السوق، ازاي يتعامل مع العملاء، يشوف هو حابب ايه الفكره اللي هو عايز يقدمها او يعملها مشروع، وهو بيحاول ان هو يطورها معاه. قولي لي فتره التدريب تقريبا يا اسراء بتكون فتره قد ايه؟ في اول التدريب بيبقى فترته 5 ايام، وفي 4 ايام هو بيقسموها. لو انت جدا يعني اول حاجه الطلاب الجامعه بيبتدوا بيهم فتره معينه، غير الطلاب الجامعه بيبقى فتره كمان معينه. كل فتره يعني كل فئه عمريه ليها وقت معين. طبعا مش ملتزمين بوقت معين بس فكره التدريب والتاهيل دي فكره مهمه جدا قبل ما اي شاب يبدا المشروع بتاعه، لان احنا شفنا شباب كانوا بيخرجوا بالديون وكانوا بيخرجوا بالمشروع، حتى لو ما عندهمش فكره فهم بيقولوا لهم على الافكار. يعني هم مش بيسيبوهم، حتى لو ما عندكش فكره تعالى واحنا هنقول لك افكار. هتكملوا المشروع ده ان شاء الله، انت فاضل لكم سمستر. هتكملوا بعد السمستر ده المشروع ان شاء الله مكملين فيه. اكيد وهنعرف برضو منكم بعد كده انتوا وصلتوا لحد فين، عشان تبقوا كمان يعني نموذج يحتذى به، او نموذج فيه امل لباقي الشباب. بشكركم جدا على وجودكم معانا النهارده. ياسمينة بشكرك على وجودك، ضياء، اسراء، ميرسي جدا ليكم. مشاهدينا كان معانا طلبه عملوا مشروع تخرج جميل جدا، وهو مشاريع صغيره ومتوسطه، ازاي تخرج من الجامعه وانت عارف هتعمل ايه بعد الجامعه وسوق العمل عايز ايه بالظبط، وهي دي الحاجه المهمه. بعد الفاصل على طول معانا ام بتعزف وبنت بتغني، فقره جميله جدا هتستمتعوا بيها معانا النهارده في عسل ابيض. استنوا نرمين بعد الفاصل.